وخلال اجتماع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد دافيد زالكلياني وزير خارجية جورجيا، أكد معالي وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على استثمار كافة الفرص المتاحة في توسيع آفاق التعاون المشترك خاصة في المجال الاقتصادي. من جانبه أشاد معالي السيد دافيد زالكلياني بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجورجيا من تقدم يعكس الإرادة المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرخاء والاستقرار.